بنظلم خوش طلعه استانس مستوب. هذا ابيسيه، الابيسيه مالهم هذا ما احبها، غالي غالي. راح افتح الباب؟ ها؟ الباب؟ انت مصدق؟ تقول بلبنان وانا ريال قدامك متارس عيني تفتح لي الباب؟ احنا بيتنا حبيبي. اقول قاعده انثبري؟ ها؟ قاعده انثبري؟ افتح الباب. ها؟ بلا وبلبنان بعد افتح الباب طق 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 الباب طلع لي واحد نفس رقم علامه، شو اسوي الحين انا؟ ها؟ اقول ثبري ثبري مكانك يلا قاعدين ثبري يلا. يعني انا صار علي صغار. إيه زين يبا زين. شوي شوي ناس ضربين شوي تعبت. الحين اقوم افتح الباب تلاقي واحد جايني بصحن تبوله فهي بطرات تفتحين الباب ها؟ اعطيك كف الحين على وجهك. والله شلون تفتحين الباب وريال انا متارس عينك الحين قدامك انا؟ سبع ايش كبرني؟ والنعم تفتحين الباب. زين شوف هذا. يورا. يا عمري غار علي. ما شاء الله عليكم من ولا شيء سويتوا عرس. اي طبعا هذه فايده البلاط، ما ظل مصانع، بوفيهات، حلويات، هدايا، كل شيء نتعامل معاه، يعني لو مو انا ما قدرتوا تسوون عرس. شطاره والله. المهم سمعوني انا بروح عندهم، اذا تبون شيء كلموني. ابي سلامتك حبيبتي. انت تبين الفكه صح؟ ما شاء الله النفسيه متغيره كنا. هي بعد خوالد مو هني. الا على طاري خويلد، صلاح اول ما يرجع من السفر وتخلصين عدتك بيتقدم لك. لا 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 تكفين اخاف. انتي ما حد بيذبحك قاصر عمر الا هالخوف، بعدين انتي خلصي عدتك تالي فكري، وبعدين ما يصير ترى احنا نفكر لك ونحاتيك اكثر من نفسك، ايش فيك عاد؟ ما تستحين على وجهك من الرعمة علي كذي من غير ما تطقين البابا وتستأذنين، شنو انتي؟ منو تكلم؟ مو شغلك. منو هذا؟ اللي السوالف والضحك له وانا الاهانة والتحلطم والنكد، منو؟ سلام. يعني الحين اذا قلت للسلطان الرفيجي راح تعرفينه؟ واو يا بخت سلطان فيك، عيب يا مشاري عيب، الشيب خط لحيتك، السوالف هذه مو لك. اقول استحاله وجهك عاد ترى مليت من عيشتي هذه والافلام اللي بعيشتني اياها، زهقت حياتي وياك. اه زهقت 12 سنه مستانس، شو اللي صار الحين؟ اه صح كنت حمار غبي اهبل ما افهم مو صاحي. تلاقي شيء من اللي انت تبينهم؟ عيشي وياه كذي زين؟ ارتحتي؟ باي.